السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. تعطلنا عليكم شوية، هذا راجع لمجموعة من الالتزامات، الله يدير لي فيها الخير. فيديو حصري أكيد، غادي يبانوا لكم بزاف ديال الفوارق من الفوق. غادي نحاول نزومي لكم على البلايص اللي بانوا بحال هاد البلاصة الصفراء، وعندنا بحال هاد البلاصة عاوتاني هي غتبان لكم هنايا فيها الترياب، هاي هنا غادي نحاول نبين لكم بعض الاماكن، لان باقي عمليه الهدم ما اتضحاتش مزيان، ودا راجع للظروف اللي كاينه دابا ديال الانتخابات ومجموعه من الالتزامات، هذا هو اللي كاين. بالنسبه لعمليه الهدم اليوم الاربعاء، ف تم الهدم ديال ثلاثه ديال البراكات بين دوار ال الحارث ودوار بن ناصر. كما قلنا مؤخرا بدات العمليه ديال الهدم كتقل شي شويه، وهذا راجع بزاف ديال العوامل، نطلب الله تيسر الامور. ولكن المفرح في الامر واللي كيتسناه الجميع هو القرعه ديال الدفعه الثانيه. الناس اللي باقين في دوار ال الحارث ودوار بن ناصر باقي ما دخلوش في القرعه، الناس ديال دوار ال الحارث ودوار بن ناصر اللي باقي ما دخلوش في القرعه، فالقرعه ان شاء الله غدا غادي تكون، والاتصالات جاريه، اتصالات على قدم وساق في هذه الاثناء. كما كتشوفوا هنا براكه اخرى رابت هنايا، ها هي في الدخله هنا ديال الجوطيه، كما كتشوفوا مجموعه من البراكين. كاين دابا اللي كيدوز مع جنب الطريق كيقول لك باقي ما بان والو، هذا كنقولوا لكم تقريبا نطل على 200 براكه اللي داز في عمليه الهدم، يعني تم ترحيل تقريبا 200 اسره. الا كنا كنهضروا على 200 اسره كنهضروا على 200 اسره اللي خلصات بالكاش، 200 اسره اللي خلصات بالكاش يعني جوج المليار هذه مشات ديريكت للبارد بنك، يعني لصحاب الكاش. اما الناس صحاب الكريدي فكيمشيو على حساب القرض الفلاحي، هذه من جهه اخرى. الناس الكريدي راه كاين اللي مسبق 2 مليون واللي هي اقل حاجه يقدر يسبقها الانسان. اما بالنسبه للقرعه ديال التعياط ديالهم ديال عمليه الهدم فباقي ما كاين والو لحدود اللحظه، باقين كيريقلوا لهم شي وريقات ان شاء الله، غير يتريقلوا الوريقات ان شاء الله غادي يبدا الهدم ديالهم حتى هما. بالنسبه للقرعه اللي غادي تدار غدا فالعدد المقدر ان شاء الله هو 200 اسره. اكيد انه الدفعه الاولى دازت فيها تقريبا 800 براكه، الى زدنا هاد ال 200 هادي فغتكون 1000، والى وصلنا ل 1000 فكنظن وصلنا لواحد النسبه ديال 80% اولا 90% ديال البرارك اللي عيطوا لهم. ان شاء الله غدا غتكون القرعه، غدا اكيد عاوتاني انفوا غيعيطوا للناس يديروا القرعه، فكاين اللي غيمشي يخلص كاش سير بلاس، كاين اللي غادي يمشي يقلب على راسه في الكريدي، وكاين واحد النوع اللي ما عندهمش مساكن، فالله يفرج عليهم يا ربي ويشوف من حالهم. كما كتشوفوا الاخوان حنا الان مباشره من سماء مدينه تماره وبالضبط دوار اهل الحارث. الناس اللي كيسولوا على دوار اهل الحارث فهو هذا اللي في اليسار ديالي، ودوار بن ناصر فهو اللي من وراء هذا الكرمه هنا وجر اللي من لهيه. هنا كما كتوضح الصوره كنشوفوا مجموعه من المنازل اللي جاوا وسط دور الصفيح، اللي جاوا وسط البرارك. اكيد الناس ديال البراكه مساكن ومكرفسين بزاف، الله يكون معاهم يا ربي. وهذه جات فرصة ذهبية باش إن شاء الله يتوفروا على السكن اللائق والعيش الكريم، ونشوفوا إن شاء الله الشارع ديال محمد الخامس إن شاء الله كيفتح الأبواب ديالو وكيتحل في وجه السائقين والسائقات، واللي غادي يعطي واحد المتنفس كبير لمدينة تمارة. نطلبوا ربي تيسر الأمور وما يكون غير خير إن شاء الله. أكيد كاينين الناس اللي مخلصين المية والمليون والمليون ونص، فهذا واحد الملف اللي ثقيل وثقيل بزاف. نطلبوا ربي يدير شي تاويل الخير، ونطلبوا الله تكون شي دراسه في هذا الباب، لان كاين واحد الناس اللي مخلصين مليون ونص في 87 خاصهم ياخذوا البقعه ديالهم اللي كنهضروا عليها فين مشات الله اعلم. هادشي غادي نرجعوا ليه في تفاصيل اخرى ان شاء الله. كما كتشوفوا هنايا من الفوق على الاقل كيبانوا لنا البرارك اللي رابوا. انا غنعطيكم بعض البرارك اللي تمت عمليه الهدم ديالهم، ها انتم ها وحده من هنا، غادي نحاول نختارهم ليكم من هنايا. ها الاخرى هنايا كما كتشوفوا، لان الناس ملي كيمشيو من الجنب ما كيبانش ليهم،
ما كيبانش لهم من الجنب، لان كتبان لهم باقي عمليه الهدم ما اتضحتش اكثر، لان كنهضروا على 800 يلاه 200 تحيدات منها تقريبا وهكذاك، وباقي ما كتبان الصوره مزيان، لانه الا دخلتي درتي واحد الجوله وسط دور الصفيح فكتلقى البرار كرايبين والصوره غنيه عن كل تعليق. كذلك ومثال بالنسبه لهذا الاتجاه هذا، فكنشوفو كيبان بحال ما محرك والو في عمليه الهدم، الا انه راه مجموعه من البراريك اللي تمت عمليه الهدم ديالهم هنا. نطلبوا ربي تيسر الامور وما يكون غير خير ان شاء الله. عمليه الهدم مستمره كما قلت لكم، اليوم ريبوا ثلاثه البرارك، اكيد العمليه الارقام ديال عمليه الهدم بدات كتنخفض، وهذا راجع كاين انتخابات، كاين الوباء، كاين مجموعه من الامور اللي عرقلات هادشي، باش ما نقللوش من المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها اكيد السلطات المحليه، وعلى راسهم السيد الباشا والقائده واعوان السلطه واللجنه وكل شيء اللي حاضر. فنطلبوا ربي تيسر الامور. هنا شارع محمد الخامس من الجهه الشماليه في انتظار نشوفوا التوسيعه ونشوفوا نهايه دور الصفيح بدوار الحارث ودوار بن ناصر ليشمل الانتقال الى دواوير اخرى. فكنتحدثوا هنايا مباشره من وراء دوار الحارث وبن ناصر، راه في نفس الوقت عندنا برارك اللي في الشيخ الضاوي واللي هما تابعين كذلك لهذا الاتجاه هذا. ان شاء الله ملي غتسالي العمليه هنا فغيكون المرور مباشر، غيكون المرور مباشر ان شاء الله لدوار بدوار ولاد مطاع الغربيه ودوار سيدي محمد الشريف كذلك، اللي دفعوا الدواسه ديالهم، اللي دفعوا الدواسه ديالهم واللي كيتسناو حتى هما القرعه. اكيد القرعه ديالهم غتكون مباشره بعد ما يتم انتهاء القرعه من الناس ديال دوار الحارث ودوار بن ناصر. واحد المشكل كاين هنايا اللي ربما كنشيروا ليه بعض المرات، الا انه غنديروا عليه حلقه خاصه ان شاء الله، هو الجوطيه ديال ال الحارث، لان كنشوفوا البرارك في اليسر وكنشوفوا البرارك في اليمن، الا انه الجوطيه ديال ال الحارث هو المشروع الملكي، المشروع الملكي اللي تم الهضم ديالو بين قوسين، لانه غادي نرجعوا ليه في حلقه خاصه. المشروع اللي كان معلق البلاكه ديالو في الجهه الشمال الشرقي واللي لحدود اللحظه باقي ما كاين حتى شي حاجه في هذا البروجي، في انتظار يخرج للوجود ان شاء الله، ونطلبوا ربي يدير لي فيه الخير. البروجي راه كل شيء الوريقات ديالو موجودين، كل شيء المسائل مضبوطه، غادي نرجعوا لها في تفاصيل ان شاء الله خطوه بخطوه، ونقربكم من المشروع الملكي ديال سوق اهل الحارث او المارشي ديال اهل الحارث او جوطيات اهل الحارث، كما يحلو كل واحد يسميها. في انتظار ان شاء الله نشوف هذا المشروع الملكي كيخرج للوجود، لنا عوده في الموضوع ان شاء الله. بحكم اننا كنشوفوا دوار الحارث غادي ودوار بن ناصر غادي في الطريق، فاكيد غتبقى الجوطيه هنا، في انتظار ان الجوطيه كذلك يدار لها الحل ديالها ويتقادوا المحلات لماليهم وتمشي الامور ان شاء الله مزيان. كنقول لكم غدا الخميس، غدا الخميس ان شاء الله غادي تكون عمليه الهدم وغتكون عمليه القرعه ان شاء الله، ونطلبوا ربي تيسر الامور والله يفرجها يا ربي على الناس اللي ما عندهمش، لانه كاينين الناس مساكن ما عندهمش باش يخلصوا، كاينين الناس اللي حاصلين في عشرات المليون، كاينين الناس اللي حاصلين فلوس النوطير 9000 درهم، كاين الناس اللي ما عندها ما تسبق ما توخر، فالله يدير لي فيها الخير يا ربي، ونسال الله فرج قريب لهاد الناس يا ربي. هنا واحد الزنيقه اللي تحلات بعد عمليه الهدم كما كتشوفوا هذه في الصوره قدامي، راه مشات دخلات في جوج زناقي ومشات لقدام هاد البلاصه بالضبط. خوتي الطلب ديالنا منكم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء، بغيناكم تشدوا الرابط ديال الفيديو وتصيفطوا للاصدقاء ديالكم باش يوصلكم كل جديد. وفي النهايه كنقول لكم بدايه نهايه دوار ال الحارث ودوار بن ناصر قريبا ان شاء الله قريبا. ما ننساش عاوتاني المدرسه، الله يدير لي فيها الخير، غنرجعوا تفاصيل اخرى وغنحاولوا نذكروا لعل وعسى نلقاو حلول ان شاء الله في هذا الباب هذا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.